السلام عليكم. اليوم نتكلم على المشروع تاع مترو الجزائر عاصمة التوسيعات اللي راهي قيد الأشغال باتجاه المطار هو ريب المدينة وكذلك باتجاه بلدية براقي، حيث أنه حسب المسؤولين سوف يتم الانتهاء من الأشغال في نهاية 2024، يعني بعد عام من الآن أو أكثر قليلا، والأشغال يعني راهي في المراحل الأخيرة، يعني الأشغال تاع الهندسة المدنية، وسوف ندخل في يعني إنجاز النظام العام لو سيستام انتجرال نتاع التسيير نتاع هذه الخطوط وإدماجه مع النظام الموجود حاليا ليكون نظام واحد متكامل في كل الخطوط. أيضا فيه عمل نتاع انطلاق يعني المناقصة الدولية اللي اقتناء هذا النظام الجديد لتسيير مترو الجزائر بالتوسعات هذه المستقبلية. إذن في هذا الإطار خليكم تابعوا هذا الفيديو ليعطينا المستوى تقدم الأشغال بالمشروع بصفة عامة، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. أنا اليوم أرتدي هذه الخودة وسترة الواقية في هذه الورشة المفتوحة لمشروع توسعة مترو الجزائر. نحن وفريق العمل متواجدون تحت الأرض بنحو 30 مترا لنرصد لكم آخر تفاصيل هذا المشروع الضخم، شريان حياة اقتصادي واجتماعي سوف يتم تسليمه قريبا، لكنه الآن في طور الإنجاز. تسير الأشغال هنا في ورشة حسن بادي بالحراش دون توقف. تعمل هذه الآلية على حفر واجهة النفق. أنا نخدم في بردوفار وليزيبيو بل ما يجوز تينيلي، واليوم خدمنا 84 بوا. عمل ميداني منظم نرى هنا فريقا متكاملا يجسد اختصاصات متفردة. محمد واحد من هؤلاء يوظف معرفته في الجيولوجيا في هذا المشروع الذي ينجز تحت الأرض. الآن رانا نخدم في الدعامات تاع الواجهة عن طريق عدة تجارب، اللي هي الحفر بالحقن، وكذلك تجارب اللي هي المتمثلة في الطاسومات والانكلينومات والبيزومات. تتقدم الأشغال بشكل ملفت. هذا الامتداد للخط الرابط بين الحراش وسط ومطار هواري بومدينة الدولي يضمن نمط نقل آمن مريح ومنتظم. أشغال في المحطة في طور الإنجاز وراهي قريب في النهاية. حاليا أنا مع إنجاز النفق وإنجاز لبال. 9 محطات مستقبلا هي اليوم 9 ورشات مفتوحة تعاينها كفاءات جزائرية على عمق 20 مترا. تنزل المهندسة فتيحة لمراقبة سير الأشغال. مهمتنا هي ضمان الجودة ومطابقة الدراسات مع الأشغال حسب المعايير المتطلبة في التقنية المتطلبة في المشروع. رانا نوجدو في الفيراي تاع الطلاق، في النهار ننجدو حتى 6 طن، ورانا نستناو إن شاء الله باش الماشينة إن شاء الله شرادات تخرج إن شاء الله. تبدو الأشغال في الخط الرابط بين عين النهجة نحو براقي شبه منتهية. 6 محطات بطول يزيد عن 6 كيلومترات. فكرة في إنجاز هذا محطة المترو هو ربط وسائل النقل الجماعية، اللي هي الحل الوحيد لفك الضغط على العاصمة. يعني فك الضغط على العاصمة يكون عبر تطوير شبكة النقل الجماعية تكون مرتبطة ما بين بعضها. قطار الأنفاق واحد من شبكات النقل الذي يخدم المدينة ويسهل النقل للمواطن، يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجسد الالتزام التام للدولة.